كويس، اعترفت انه بالباص. ممتاز، انت اعترفت بس انه بالباص. لكن انسية ولا جنية؟ المرحوم في ساحة المحكمة تعرفينه؟ كذا بنا الشكوى مقدمة الديوان الملكي. وزارة الحرس الوطني. ولا قطع الارزاق يا محمد بن فهد، لعن الله والديك. رب شاهد رب عال. ينور لك الله، ينور لك يا محمد بن فهد، لعن الله والديك يا ولد الكحبه. ولا قطع العناق شريف، قطع الارزاق ولا قطع العناق، قطع الارزاق ولا قطع العناق، قطع العناق ولا قطع الارزاق. قطع العناق ولا قطع الارزاق يا محمد بن فهد، لعن الله والديك. رب شاهد رب عال. ينور لك الله، ينور لك يا محمد بن فهد، لعن الله والديك يا ولد الكحبه. انت تشوف يا محمد بن فهد، لعن الله والديك يا محمد بن فهد يا ولد الكحبه. فقلت يا رسول الله، انا كنا في جاهليه وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. حدثاء الأسنان خاصة ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا، أو ليلبسوا عليهم دينهم بما ينشرون من دعاوى وما يذيعون من شبهات لا تصمد أمام صولة الحق، أمام صولة الحق المستند إلى الأدلة الدامغة لشبهات الباطل، الهاتكة لأستاره، الكاشفة لعواره. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل، ولكم الويل مما تصفون. فحماية جناب الدين من غلو الغالين، وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، من أوكد الواجبات وأهم المهمات، حتى يبقى وجه الدين مشرقا مسفرا عن بهاء وجمال. خلص.
الخير بشر من جلدتنا، ويتكلمون بألسن جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن جماعة، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا الله. وجدنا دائما نجد بعض القضايا اللي فيها غير كذا حسمت من ناحية عقلية وقانونية فيها لا بالصراحة. أقول لكم أن يجب أن ننظر الأمور من كل زوايا وننظر في سفر عمله واللي يمكن يدرس أو يعرف صح يكون خطة مستقبلية لعمله. البحث الجنائي وينه؟ البحث الجنائي يدل ولا ما يدل؟ حنوا لا بس يفترون علينا. وين اللوحة ذي؟ وين وديتها سلمان؟